مستر حضرتك خالد أحمد موجود، هادي هو اللي ناقص. ماشي دلوقتي عايز هنبدأ مع بعض نحل التدريبات بتاعة درس النصائح. قول لي يا خالد، بيقول لك هنا رقم ألف تخير أنسب العنوان للدرس مما يلي مبينا السبب، تختار إيه من الثلاثة من دول؟ تخير، معلش البتاع فيه لاج. تخير أنسب عنوان للدرس مما يلي مبين السبب. موجة إيه؟ موج كالجبال موجة ولا كالجبال الطوفان ولا والطوفان. ابن عاق، تختار ايه؟ الطوفان. هو طبعا يعني ماشي، طب ليه اشمعنى الطوفان؟ إن هي يعني إن هي ممكن الجبال مش وإمن عاق، يعني أنا قلت الطوفان. ماشي، هو عموما ابن عاق هي الأقرب. ماشي، ابن عاق هي الأقرب، ليه؟ لأن الدرس بيتكلم على واحدة يعني ابن مثلا نوح. ابن عاق زي مثلا ابن معاق ولا لا؟ لا، ابن عاق غير ابن معاق، المعاق ده هو المعاق اللي عنده عجز أو عاهة، إنما ابن عاق يعني ابن غير بار، ده معنى كلمة إيه؟ ابن. ماشي؟ طيب السؤال الثاني، يلا يا عمر. معايا يا عمر؟ قل لي يا عمر، بما نصح سيدنا نوح عليه السلام ابنه، نصحه بإيه؟ بأن لا يكون مع الكافرين. بأن لا يكون مع الكافرين، صح. طيب، وبأن يركب معهم السفينة. يبقى هنكتب هنا في الحتة دي كده، لو حد معاه كتاب، على فكرة التدريبات دي في كتاب المدرسة، ماشي؟ يبقى هنكتب هنا بأن يركب معهم ثانية واحدة عشان هكتب النص دلوقتي. هنكتب هنا نصحه بأن يركب معهم وألا يكون مع الإيه؟ الكافرين. نصحه بأن يركب معه وألا يكون مع الكافرين. ماشي؟ طيب، بما اتصف سيدنا نوح بما تصف سيدنا نوح وابنه يا مصطفى؟ أن سيدنا نوح عليه السلام يخاف على ابنه وابنه وعق. ماشي، صح، بأن سيدنا نوح رحيم وخائف وحريص على هداية ابنه، ولكن الابن عنيد وعاق ولا يستمع لكلام أبيه. سيدنا نوح الأب والابن رحيم مستقيمة ولا وبار وحريص على هداية إيه؟ الأب والابن العاق هتنفع؟ الأب والابن العاق، تمشي صح، الأب الرحيم والابن العاق، صح، ولكن ابنه غير مطيع أو غير بار به، لكن ابنه غير مطيع وغير بار به. ماشي؟ ماشي. طيب، ابحث وتناقش مع زميلك وضع المطلوب في الجملة، مرادف سيرها. تقدر تقولي لي يا ملك، تقدر تجيبي لي من النص من قول الله عز وجل في النصائح أب معنى كلمة سيرها؟ سيرها مشيها لا، احنا عاوزين حاجة من النص. مشي. لحظة، النص اهو، النص بيقول ايه؟ النص اهو، مجراها مش صح؟ ممتازة، مجراها، احسنت يا ملك، ممتازة يا ملك، صح. طيب، مين لسه ما جاوبش؟ عمر. عمر انت جاوبت؟ مستر وأحمد كمان. أيوة قلت أحمد أنا جاوبت؟ أحمد يا مستر. احنا عاوزين نمشي كده ايه بالترتيب. يا أحمد ولدي، نعم. يا أحمد هات لي كلمة من النص، كلمة بمعنى كلمة ولدي. بني. بنية، صح.
طيب قول لي يا عمر، استوت مستر، هو ده درس استوت، بكام؟ استوت، استقرت. استقرت. ده مراجعة على درس، ده مراجعة على درس، ده مراجعة اللي بيسأل ده ايه، ده دي مراجعة على درس مصاحب. ماشي صح، استقرت اورثت، الاتنين بمعنى واحد. صح، استقرت اورثت، يبقى سيريها هنا معناها مجراها، وعندنا هنا ولدي يعني بني او ابني، وعندنا هنا استوت، استقرت، ورثت، الاتنين يمشي دي او دي. طيب دلوقتي عمر واحمد جابوا خالد، مضاد فاض يا خالد. فاضة. فاضة، فاضة يعني ايه؟ فاضة يعني انا مش عارف ايه الحكاية عندي في الكاميرا، الكاميرا اول مرة تعمل معايا كده، مش عارف ايه الحكاية، فعلا يا مستر، يعني مش يمكن اخبش كده. ملغوش، يمكن يكون لازم اقفل البرنامج وافتحه، فمش مشكلة بقى، فالكاميرا اتوقع مستر مساحة مسحتها، والله. مسحتها برضو بتلغوش، فانا مش هسيبها كده لحد ما يعني مش عارف غيط. البرنامج يفتح. يعني فاضة، فاضة يعني زاد وكثر، يبقى مضادها ايه؟ يبقى غيط مضاده. لا غيض، هنا مع غيض برضو معناها كثر وزاد. مع انت حضرتك عايز معنى فاضة لا صح؟ مضاد، انا قلت مضاد اهي قصادك، اهي مضاد. مستر او ادي او اقول مضاد قول. غيط. غيط أو غيب. غيب ما احنا قلنا لا، فاضة، فاضة معناها كثر وزاد، يبقى مضادها ايه؟ يبقى قل. صح، ممتاز يا بطل، قل ونقص. صح ممتاز، قل ونقص. طيب عندنا ده عمر جاوب، هو لا خالد هو اللي جاوب. يلا مصطفى قول لي مضاد المنصفين. مستر بس معلش هقول لسه حاجة، وأنا دلوقتي فتحتها كلمة مضادها طلعت فاضة معناها غيض، مضادها غيض. مضادها غيض؟ لا فضاء، ممكن يكون من احد، مع من احد مضادها، لكن هي من احد برضو معناها، او من احد المضادات بتاعتها برضو قل ونقص، لان فاض معناها زاد، يعني لو قلت فاض الماء في النهر، فاض هنا معناها ايوه ايه؟ صح. فاض المد هنا معناها ايه؟ قال ما ونقص بيد ممكن، يعني. ايوه لا صح، هو اللي هنا اللي موجوده في النص صح، كلمه غيض صح، اصل انا نسيت معلش، وجل من لا يسهو طبعا، والعلم كله لله، قصدي والنسيان ده امر في الانسان، هو نسيت ان هو عايز مضاد الكلمه من الدرس، فاهمني؟ انا نسيت غايده هنا معناها المنصفين، قله صح. منصفين يا المنصفين، مستر معناها ايه معلش؟ المنصفين معناها العادلين. الظالمين. صح ماشي، مضادها الظالمين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الظالمين. طيب مضاد تبطئ، مضاد تبطئ مين يا يا مستر؟ ملك. تبطئ تسرع. ماشي بس احنا عاوزين بقى من الدرس تبقى ايه؟ تجري. تجري. صح شطورة يا ملك، تجري ممتاز. اللي معاه سلاح التلميذ يكتب معانا يا اخوانا، اللي معاه سلاح التلميذ يكتب معانا، لو حد مش معاه سلاح التلميذ والاضواء، ان شاء الله لو في وقت فاضي ان احنا نشتغل من الاضواء هنشتغل فيه خلاص، بس الكتاب بتاعنا اساس اللي احنا شغالين منه سلاح التلميذ. ماشي طيب هنا هنكمل. مفرد امواج يا احمد، مفرد امواج ايه؟ موج. موج. صح، مفرد امواج موج. خالد مفرد أوامر. أمر. أمر. صح، ومفرد مياه يا مصطفى. ماء. أحسنت. صح مستر، حضرتك قلت اسمي؟ إيه؟ حضرتك مستر قلت اسمي؟ أنا قلت يا مصطفى.
يعني لا انا قصدي قلت اسمي في كل الاحوال عشان انا كنت بغلط. لا 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 ما قلتش اسمك. لا طيب جمع جبل. طيب انت بقى يا عمر جمع جبل. جبل صح جبال ممتاز جبال. طيب جمع مغرق يا ملك. مغرقين. مغرقين احسنت. طيب مستر هينفع لو قلت مغرقون؟ ايه هينفع لو قلت مغرقون؟ مغرقون تمشي برضه والاتنين صح، لان هنا بتبقى الواو والنون والياء والنون حسب الموقع العربي. طيب يلا يا عمر قول لي جمع ظالم. ظالمون أو ظالمون ظالمين. صح ممتاز ممتازين يا شباب. طيب اكمل خريطة الجملة دي نبقى حلوها انتوا لانها بتبقى سهلة يعني ما بتجيش في الامتحانات. خلاص ولو ان احنا يعني كلمة غاية دي بتبقى ايه؟ بتبقى اسم والمضاد زاد والمعنى هو نقص وقل. مستر دي الصفحة رقم كام؟ دي في سلاح التلميذ صفحة 59. تمام ماشي شكرا. امام زملائك في واحد من الموضوع ده ان شاء الله كده في حصه التعبير. انا مش ناسي حصه التعبير من انا اي حد. ماشي طب اكمل على نفس الوزن دي برضه سهل. كتاب تدريبات كتاب الانشطه اقرا ثم اجب. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أدخل كلمة معزل في جملة من إنشائك. ها عاوزين كلمة معزل في جملة من إنشائك. مستر يعني إيه معزل؟ يعني معزل هنا يعني مش فاهم أصلا. مكان معزول أو مكان بعيد. كان ما مين يا مستر يعني؟ مين يا مستر دوره؟ طيب مين منكم يجاوب؟ ها مين منكم يجاوب؟ أنا يا مستر. قول يا مصطفى. معزول في غرفة. جلس المريض في معزل عنا. جلس المريض يعني معزل عنا بعيد عنهم. بالظبط في مكان بعيدا عنه. جلس المريض في معزل عنا. يعني جلس المريض في مكان معزول عنا. ماشي يلا يا احمد. لماذا نادى نوح ابنه؟ نوح سيدنا نوح نادى ابنه ليه؟ لانه يخاف عليه ويحب. بالظبط. ولكي ايه برضه؟ ولكي يسلم مع المسلمين. بالظبط لكي يركب معهم ولا يكون مع الكافرين. صح ماشي. لانه كان يحبه ويخاف عليه ولكي يركب معهم ولا يكن مع الكافرين. ممتازين يا شباب ممتازين. ثانية واحدة. طيب أحبابي دلوقتي أنا عايز خالد. خالد قول لي يا خالد لماذا عصى نوح؟ لماذا عصى ابن نوح أباه وما نتيجة هذا العصيان؟ تفتكر ليه كده برأيك؟ لماذا عصى ابن نوح أباه؟ لأنه لا يريد أن يكون مع المسلمين. ماشي. ولأنه إيه؟ ولأنه برضه كان عنيد. ماشي لأن ده كان من أيوه. عنيد. وما نتيجة هذا العصيان؟ غرقه أنه يغرق. لأنه كان عنيدا لا يريد أن يكون مع المسلمين فكان النتيجة أنه غرق. أنا بتأمل جدا قد إيه الولد دون كان عنيد عناد غير طبيعي وحاجة غريبة جدا. والله بيفكرني في نفسي مع بابايا. لا لما بتأمل ليه يعني ليه أنا بقول الكلام دون؟ ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن هنا المطر نزل قصاد الولد. يعني احنا لو قلنا قوم نوح ما كانوش مصدقين سيدنا نوح. لما نزل خلاص انتهى ما فيش حد منهم هيركب معاه السفينه. انما دون شاف الماء قصاده قصاد عين فبدل ما يؤمن
قال لك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. طب يا أخي اؤمن اركب. إنما العند عندنا مثل، حتى يقول لك العند بيورث الكفر، على والله أعلم، أظن إن هو يعني المثل جاء من القصة دي، إن الولد من عنده الكبرياء والعجرفة اللي فيه مرضاش يؤمن نهائيا، فكان النتيجة لكده إنه أصبح من الكافرين. جميل. طيب برضو الكاميرا بتاعتي لسه برضو مش عارف ايه الحكاية فيها. يلا، ما الجمال في قوله تعالى لا عاصم اليوم في أمر الله؟ اللي هيجاوبني في الحتة دي هو مين؟ مين عمر. يجاوب؟ طيب يلا عمر، هقول يلا لا عاصم اليوم في من أمر الله. ايه الجمال اللي في الحتة دي يا عمر؟ شبه، لا احنا قلنا يا جماعة لما نيجي في المرحلة الابتدائية والاعدادية مظاهر الجمال بتبقى سهلة أوي، بتبقى إيه؟ سهلة أوي. ليه؟ لأنك بتقول تعبير جميل وتشرح الجملة اللي قصادك. تعبير جميل. أهو اشرح بقى. أهو. لا عاصمة اليوم. يشبه. لا مفيش تشبيه أولاً. طالما قال لك مفيش تشبيه، بص استنى. بص طالما قال لك ما فيش تشبيه تقول ايه يا عمر؟ تقول يدل. تعبير جميل يدل على ثانية، صح، أنه على أنه ها على أن صح. على أنه إيه؟ قول يا ملك. ها، تعبير جميل يدل أن لا ناجية إلا من أمر الله. لا ناجية لا ولا ناجية حامية من أمر الله، إلا من رحم، إلا من أمر رحم. الله بالظبط، إلا من يرحمه الله. بس فيها حاجة صعبة كده، مظاهر الجمال ما فيهاش حاجة صعبة. لما بتيجي مظاهر الجمال، لما بيجي مظاهر الجمال قصادك ويجي يقول لك ايه مظهر الجمال هنا، تقول تعبير جميل يدل على كذا كذا كذا، وتشرح مظهر الجمال، اللي طبعا اذا كان فيها تصوير او تشبيه برضه بتشرح اركان التصوير والتشبيه اللي فيها. جميل. ده طبعا في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه. انما لما تدخل المرحله الثانويه بقى الكلام ده لا، ده انت لازم بتحدد نوع مظهر الجمال هنا تبع علم اسمه علم البلاغة إن شاء الله بإذن الله، لما نكمل مع بعض بإذن الله أخويا هأسسك محمد ده. الكبير بياخده، إيه؟ أخويا محمد الكبير بياخده. بالظبط، هو علم البلاغة ده. على فكرة أنا بدي ثانوي برضه. ما هو لا، لما تكبروا هتبقى أعمل لكم. سجل فكر الدرس وصنفها إلى رئيسة وفرعية في الجدول التالي. فكرة الدرس الرئيسة هي إيه يا أولاد؟ فكرة الدرس الرئيسي هي ايه؟ ان احنا نسمع لا كلام عاصم بابانا. من امر الله لا الا من رحم. لا لا عاصم من الامر الله، ده فكرة فرعية على فكرة. الفكرة الرئيسية في الدرس ايه؟ درس اسمه نصائح اب. بر الوالدين. ممكن عادي اقول يا مستر. طب قولها. عدم العند وأطاعة الوالدين وبر الوالدين. ماشي، عدم العند وطاعة وبر الوالد. أهو حاضر، عدم العند وبر وإطاعة الوالدين. ماشي، عدم العند وبر وطاعة الوالدين. جميل جدا يا أحباش. طيب عاوزين هنا دي فكرة رئيسة ولا فرعية؟ رئيسية صح. رئيسة، فكرة رئيسة في الدرس. طبعا، لان احنا بنتكلم على الحتة دي ان احنا لابد ان احنا نسمع كلام الوالدين ونبرهم ونمتحهم. ده صحيح. جميل. طيب يبقى هنا دي فكرة رئيسة. طيب عاوزين افكار بقى فرعية. أمر الله إلا من رحم. دي لا احد يعصم، صح، دي فكرة فعلا فرعية.
دي هنا ثانية واحدة اكتب لكم هنا رئيسة. انتوا شايفين الكلام ده شباب على الصفحة قصادكم؟ رئيسة. ماشي. اهو هكتبها لك اهو يا ملك. بصي انت قلت ايه؟ لا عاصمة ولا حامية من أمر الله إلا من رحم. صح. دي فكرة بقى رئيسة ولا فرعية يا ملك؟ فرعية. صح شطورة يا ملك، فكرة فرعية. فرعية. طيب عاوزين كمان فكرة فرعية يا شباب. ها أي فكرة فرعية؟ سيدنا نوح ينصح ابنه، دي فكرة فرعية. جميل. لا تيأس من رحمة الله. ودي هنا هنقول انها فكرة ايه طبعا هنا اولاد؟ فرعية. احسنتم يا ابني. واحد بس اللي هو انا عليكم. ماشي يا بطل. دلوقتي هنكمل تدريبات، هندخل بقى على تدريبات سلاح التلميذ. طبعا اكمل البيانات تعلمت من الدرس النصائح التاليه: بر الوالدين، طاعه الله، عدم اللجوء لاحد غير الله. ماذا يمكن ان يحدث لو يا شباب سمع الابن كلام سيدنا نوح عليه السلام وركب مع السفينه؟ كان ممكن اللي يحدث كان سيعيش الابن، كان سيعيش وكان سينجو وكان لن يغرق مع الكافرين. أمر الله سبحانه وتعالى الأرض ألا تبترع الماء، كان إيه اللي هيحدث؟ كان المية هتفضل زي ما هي ويفضل طوفان زي ما هو، والمكان السفينة كان ستظل على السفينة هتفضل عايمة. بالظبط. ماشي. طيب تدريبات وأنشطة سلاح التلميذ. يلا يا أحمد، ده علامة صح وعلامة خطأ. لم يستجب جميع قوم سيدنا نوح لدعوته، ده صح ولا غلط يا أحمد؟ صح. صح؟ صح. يعني كلهم ما عملوش الدعوة، ما استجابوش؟ مش كلهم. طيب ما هو ده المعنى أهو، لم يستجب جميع قوم سيدنا نوح لدعوته. يعني هم ما استجابوش كلهم. طيب هنا شوية بس. يبقى الجملة هنا إيه؟ صح. لا خطأ، هو بيقول لك جميع، ما اقول لك قلنا ايه جميع. يبقى الجملة هنا ايه يا بطل؟ يا مستر لم يستجيب، هو بيقول لم يستجب جميع. يعني قصده كلهم ما حدش سمع كلام سيدنا نوح. طيب وهل هم كلهم ما استجابوش لسيدنا نوح، ولا في كل معاه ركبت معاه السفينة؟ في مجموعه ركبت مع السفينه. يبقى هنا لم يستجب جميع قوم سيدنا نوح ليها؟ لا، استجاب قله لسيدنا نوح. فهمت هو عايز يقول ايه؟ قول لو عايز تناقش ناقش، انا هسمعك اهو. انت شايف انت شايف كلمه جميع هنا قصادك ولا لا؟ انا شايف هنا ان معنى الجمله ان كلهم ما استجابوش. طيب وهل فعلا كلهم ما استجاب؟ انت بتقول انها صح، كلهم ما استجابوش. لا لا غلط غلط. صح. ماشي يا بطل. يلا يا خالد، جرت السفينه بالمؤمنين في موج هادئ، صح ولا غلط يا خالد؟ يا احمد، يا احمد نعم. جرت السفينة بالمؤمنين في موج هادئ، صح ولا غلط؟ ده غلط. غلط. صح. أحسنت، برافو عليك. طيب مصطفى، يا مصطفى. نعم يا مستر. لجأ ابن سيدنا نوح إلى الصخرة لتحميه من الماء، صح ولا غلط؟ صح. صح. إلى صخر، يعني هو راح قال سآوي إلى صخرة تعصمني من أمر. لا جبل جبل. يبقى دي صح ولا غلط؟ غلط. أحسنت. يلا يا عمر، يا عمر. لجا ابن سيدنا نوح ومعه الكافرين. خطأ. خطأ. ممتاز. طيب يلا يا ملوك،
يا ملك. وجوب طاعة الأنبياء والرسل بما جاءوا من عبادة الله وحده. صح؟ صح، ممتازة، صح، شطورة، صح يا ملك. وجوب طاعة الأنبياء والرسل بما جاءوا من به من عبادة الله وحده، ده إجابة صحيحة. طيب، استوت السفينة على جبل الجودية، ده صح ولا غلط؟ كلكم اللي يجاوب، ها اللي يلحق، ها. أنا ما سمعتش معلومة زي كده. ما سمعتش المعلومة دي قبل كده؟ أنا أصلاً ما ذاكرتش ده، أنا من الدرس أنا بحل على معرفتي. صح يا مستر، صح يا مستر. أنت كنت مسافر، صح، هي الإجابة صح، ماشي، عشان أنت كنت مسافر يعني، ماشي. أحسنتم يا أبنائي، نكمل الدرس. هنا بيقول لك تخير الصواب مما بين القوسين. تخير الثواني يا أولاد. تخير الصواب مما بين القوسين. يلا يا أحمد. أنت ما حضرتش يا أحمد، صحيح. طيب، طب هو سؤال سهل، قدر الله لسفينة سيدنا نوح إيه من دول؟ النجاة. النجاة، أحسنت يا بطل. طيب، يلا يا خالد، نصح سيدنا نوح ابنه بإيه من دول؟ بالإيمان. بالإيمان، أحسنت. كان الموج عالياً كإيه من دول يا مصطفى؟ كالجبال. صح، أحسنت يا مصطفى. أرسل الله سيدنا نوح لهداية من دول يا عمر؟ أرسل الله لهداية قومه كلهم. صح، أحسنت يا عمر. أحسنتم يا شباب، نكمل إجابة التدريبات. اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء. يلا يا ملوك، موج كالجبال، تختار لها ايه من دول؟ تعبير يدل على قوة الأمواج وعلومها. وعلوها، ماشي، صح. هو هي فين أساسا ال آخر نقطة عشان أنا بس أصلا أنا منزل الكاميرات تحت فمش باينة، فمش واضحة قصادي. تعبير يدل على قوة الأمواج وعلوها، ماشي، ممتازين يا شباب. نكمل مين؟ يلا يا خالد، مجراها ومرساها، التعبير الجميل اللي هنا. أي مصر، مجراها ومرساها، ايه التعبير الجميل مجراها مرساها؟ الكلمتين بينهم ايه؟ اسلوبنا، لا، اسلوب النهي لما اقول لا، لا تلعب، لا تاكل، لا تشرب، ده اسلوب النهي. انما مجراها ومرساها، الكلمتين بينهم ايه؟ تعبير جميل يصور الموج. برضه غلط، غلط، انت مش مذاكر كويس يا خالد. الفكره واضحه جدا، الكلمتين بينهما ايه؟ دعاء على الكافرين. مجراها يعني مكان جريانها، مرساها مكان رسوها. يبقى الكلمتين هنا بمعنى بعض ولا عكس بعض؟ معنى بعض؟ لا، عكس بعض. عكس؟ عكس بعض. يبقى بينهما ايه يا بطل؟ يبقى بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضح. ممتاز، بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضح. طيب، بعدا للقوم الظالمين يا مصطفى، تختار لها تعبير ايه من دول؟ بعدا للقوم الظالمين، بعدا دعاء على الكافرين بالهلاك. صح، دعاء على الكافرين بالهلاك. ولا تكن مع الكافرين يا عمر. التعبير للتعبير هنا ماله؟ او الاسلوب هنا ماله؟ تختار ايه من دول؟ يا عمر، عمر. ايوه يا مستر. يلا يا بطل، قول لي ولا تكن مع الكافرين، تختار ايه من دول يا بطل؟ ولا تكن مع الكافرين. اسلوب نهي عرضه النص على الحد. ممتاز، طيب. وحال بينهما الموج يا ملك.
وحال بينهم الموج. تعبير جميل صور الموج بالصور منع اتصال الأب وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ممتازين يا شباب، ممتازين، أحسنتم. نكمل مع بعض. هاتنا يأتي معنى غفور. غفور يعني إيه أولاد؟ يعني كثير المغفرة. صح، كثير المغفرة. ممتازين، صح، كثير المغفرة، صح. طيب حالة، يعني حجز، عد، هو حجز تمشي، منع تمشي، فصل برضو تمشي، ماشي. رحيم، معنى كلمة رحيم ايه؟ كثير الرحم. صح، كثير الرحم. رحيم يعني كثير الرحمة. ممتازين. طيب بعدا، بعدا معناها ايه؟ هلاك. هلاكا، صح، بعدا معناها هلاكا يا شباب. تجري، تركض. تركض، لا، معناها تركض دي مضادها على فكرة، يعني من تنفع من أحد مضادها. تركض دي يعني تسكن وترسى، ده مع كلمة تركض. لا لا آسف، لا لا لا، أنا جاي من كلمة ركود. ركود دي أنا قصدي إن كلمة ركود أصل فيه معنيين لكلمة ركود. لا ركض، أنت قصدك تركض اللي بالكاف والضاد، أصل فيه ركض ده معناها تجري برضو، صح. ركض هنا أنت قصدك ركض، دي في كلمة تانية ركض بالقاف والدال معناها استقر وجلس ونام. تسير، تسير هي تمشي، تسير صح، وتمشي برضو ركض صح، وتركض الاثنين صح. أصل خلي بالك أنا افتكرتك بتتكلمي على ركض اللي بالقاف والدال، وفي هنا ركض، ركض بالضاد والكاف اللي أنا كتبتها دي معناها برضو تجري. طيب يلا يا عمر، مش اللغة العربية بيفرقوا بينهم ازاي؟ بالسياق، السياق الكلام، سياق الكلام، هو الكلمة لما بتيجي في سياق الكلام بيتوضح معناها أكثر. طيب ثانية واحدة بس كده، أنا عايز أجرب كده محاولة مع الكاميرا كده بسرعة، إن شاء الله بإذن الله كده تشتغل. ثانية واحدة. ما عندي ممكن تدخل من موبايلك لا، لو دخلت من الموبايل هتعمل صدى صوت، هتبقى مزعجة أكتر. برضو نفس المشكلة، وقت يشرح عن الموبايل برضو نفس المشكلة. أنا مش عارف يحصل أساساً والله. طيب اهي بدأت تروح اهي، بس الكاميرا كان محتاج لها شوية خط زي تليفون. طب الحمد لله. طيب مضاد مجراها يا عمر، مجراها مرساها. بالظبط، مجراها مضاد مجراها مرساها، صح. الاثنين يشبهوا بعض جدا وبينهم قافيه، هو ده اللي خلاني احفظهم، عملت حتى منهم لب. مجراها مرساها، مجراها مرساها، مجراها مرساها. ماشي. طيب رحيم، مضاد رحيم ايه؟ يا هنختار خالد. خالد مضاد رحيم، مضاد رحيم لسه مدعوك حرام، ظالم. ايه؟ لا. قاسي. قاسي، قاسي صح، قاسي صح، قاسي. يعني وفي حد قال ظالم، اعتقد انه ظالم تنفع ولا لا؟ لا، ظالم مضادها عادل، ظالم مضادها عادل، يبقى رحيم هنا مضادها قاسي. مضاد يعصمني، واحد بيعصمك، يعصمك يعني يموتني، لا يموتني، عكسها يهلكني، يهلكني تنفع، يعصمني يعني يحميني.
يطيب. ايه ايه يا مصطفى؟ ايه ايه يا احمد؟ يتيح. يتيح؟ يؤذيني؟ يؤذيني؟ هو يتيح يعني تمشي يعني، ولو ان معناها بعيد بس في معنى اقرب. يؤذيني؟ يؤذيني؟ لا يؤذيني معناها هنا يا يؤمنني. يؤذيني هنا معناها يفيدني، مضادها يفيدني. انما يعصمني مضادها يخذلني.